طب احنا معانا عبر الهاتف كابتن رامي عيسى شقيق سيف عيسى. اهلا بيك يا رامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا رامي، اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. يعني انت سمعت طبعا، اكيد شفت سيف قال، سمعت سيف قال عنك ايه؟ اه. طيب انت جاهز يا رامي؟ المسؤوليه خلي بالك برضو، الاخ لما بيكون سابق اخوه وبيحقق طموح معين بيسهل الدنيا عليك، فاكيد انت ليك طموح كمان. اكيد طبعا. طب قول لي طموحك ايه يا رامي؟ طموحي طبعا ابقى زي سيف ان شاء الله، ميدالية ذهب في الاولمبياد الجاي ان شاء الله. ان شاء الله نبقى رقم واحد في العالم. لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو رامي عايز يلعب في ميزاني اصلا. يعني هو بيقول لي انت تشوف ميزان تاني، انا هلعب في الميزان ده وانا اللي هكسب فيه. طب ازاي يا رامي؟ طب انت عايز تلعب في ميزان اخوك، بس انا شايفك في الفيديو يا رامي انت برضو وزنك قليل شويه، مش وزن سيف. طب انت هتخش ازاي وزنه؟ مش عارف، يمكن نوع من انواع التنافس، يمكن مش هلعب معاه بجد، بس بقول له كده دايما يعني. انت في وزن كام يا رامي؟ انا البطوله اللي فاتت لعبتها 63 كيلو. رامي انت 80 كيلو. انت عشان تلعب في وزن سيف انت محتاج تاكل جامد قوي. دي حقيقه. يعني تاكل مش اكل بس، اكل وماس ماسلز وشغلانه كبيره. لا ابعد بقى عن ميزان اخوك خالص. طب قول لي يا رامي، يعني برضو انا عايز اتكلم برضو عن دور الوالد والوالده. يعني ما شاء الله، يعني سواء الوالد او الوالده نجحوا يخرجوا لنا شابين في منتهى الجمال، بطل اولمبي وان شاء الله البطل الثاني على الطريق باذن الله. يعني دور الوالد والوالده ايه؟ رامي ايوه معايا، بقول لك بسالك عن دور الوالد والوالده. اتفضل. فاكر حضرتك بتسال سيف؟ لا بسالك انت يا رامي، اتفضل. لا طبعا دور كبير، يمكن هم اهم حاجه في الجورني دي او في المشوار ده، سواء دعم معنوي او سواء دعم مادي، طبعا هم كل حاجه. بابا سيف ومامته، انا شايف ان هم كل حاجه في الرحله، يمكن بنسبه 80%. طب يعني بيروحوا معاكم تمارين ولا يعني قول لي برضو على المعاناه اللي بتعانيها الاسره المصريه، وشفنا فخامه الرئيس وهو بيشيد بدور الاسره المصريه مع ابطالنا، ان هو قال الاسره المصريه الحقيقه هي ليها دور كبير. فكلمني عن المعاناه اللي كان بيعانيها والدك والدتك في التمارين ومواعيدكم وتظبيط، كلمني بتفاصيل. هو طبعا هي الموضوع كان صعب شويه، لان مامتي قالتها مره قبل كده ان العيله كلها كانت اساتذه جامعه، فان يطلع حد كده زي سيف يقول انا عايز العب تايكوندو ومش رياضه بس، لا انا عايز ابقى رقم واحد على العالم وعايز اجيب ميداليه اولمبيه، يبقى دي حياته، كانت صعبه شويه بالنسبه للناس. يعني العيله بتاعتنا كانت دماغها اللي هو لا سيف لازم يطلع مهندس وهو فعلا شاطر، فهو ده الكارير بتاعه. فمامتي طبعا وبابايا ساعدوا في ان هم دعموه كل الطرق، ان هو يروح تمارينه، ومش تمرينه في الاسبوع، لا كل يوم تمرينتين وثلاثه. وطبعا نروح معاه التمارين وبطولات، ساعات يبقى ما عندوش حد يدفع له ثمن البطوله، بابا يسفره سفريه على حسابه. فطبعا يعني انا شايف ان هم حاجه كبيره جدا من ميداليه، ده لو ما كانوش كل حاجه طبعا. ربنا طبعا يخليهم ليكم طبعا، واكيد انتم مشرفينهم. رامي عيسى شقيق سيف بشكرك شكرا جزيلا. يمكن كلام واضح يعني انه طبعا اكيد روح الاسره الجميل، ان الأسرة فعلا هي اللي بتبقى السبب وهي الدعم الأساسي والرئيسي لأي بطل أولمبي.